المتسابق التالي حبيبنا شيخ جابر. عشان تحك الغطرة كلها كذا جالس عشان رجل. اطلع طيب تعال حك عندي. يا بيض الله بيض الله يا جزع. يا مرحبا الله حيه. اهلا وسهلا. اعطوني مقطع. عليكم ورحمه الله وبركاته. ايش الحال جابر؟ عساك طيب. ايش حال ربعك؟ بيض الله وجهك مبدع والله يوفقك ان شاء الله. سلموا عليك الربع بود سمحان الشيخ عبد الله. يا مرحبا يا مرحبا جابر، كيف الحال؟ عساك طيب الله يسلمك. حن عندك وعمان عندك من مسندم الاظفار وبيض الله وجهك. وجهك ابي. ورحمه الله وبركاته. جابر كيف الحال؟ عساك طيب الله يعطيك العافيه. اولا مبروك عليك الفوز بجائزه وقف الام، والامر الثاني نتمنى لك الاوسكار في المره القادمه باذن الله، ونتمنى من جابر نايع الاداء المبدع كما عهدناه. سلامي للشباب الموجودين في القريه جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوك عبد الرحمن ابراهيم الرواح. نعم نعم. طبعا اللي ظهر في الفيديو الاول اللي تكلم اول بدايه اخوي احمد البكر الاكبر واحد احمد بن نايع. نعم. حالكم ابو نايع؟ وقول وجهك ابيض وان شاء الله تشوف اللي يصير خاطرك من اليوم الى نهايه البرنامج ان شاء الله. والتحيه لربع حمود والشيخ عبد الله، وايضا الفيديو الثاني عبد الرحمن مسمينه ابو عوف، هذا جارنا عبد الرحمن رواحي. هذا الشخص اللي اتعلم منه الاصرار والتحدي شوي، هو عنده بعض الصعوبات في يعني في اليد وفي اسمه، ولكن رجال واصل ومتحدي الدنيا متحدي الامور، واللي يشوفهم يعرف انه هو عنده بعض الصعوبات ما شاء الله. فالله يوفقه ويجزيه الخير على الكلام الطيب. اللهم امين. تحياتي لهم جميعا. وعسى الله يوفقك يا حبيبي. الله يوفقك. موفق. لا انت عزيز.